قرار مفاجئ وقرار خاطئ وقرار من غير ذا صفة. الخرطوم في أول رد فعل لها قال إن ضم حلايب وشلاتين إلى الخرائط المصرية جريمة في حق السودان، يجب محاسبة مرتكبيها. حتى في داخل المفوضية، ليس لكبير موظفي المفوض مفوض الاتحاد الأفريقي أي حق في قبول أو رفض أو تعديل الخرائط الخاصة بحدود أقاليم الدول الأعضاء. السودان لديه قضية في هذا الموضوع، ولديه الوثائق التي تؤكد أن حلايب وشلاتين هي أرض سودانية 100%، وبالتالي يرى أن الذي قام به الاتحاد هو سابقة. إشكالية الحدود بين مصر والسودان أن هناك حدود سياسية هي متعلقة بالخط 22، وهذا معروف. كل ما هو شمال الخط 22 يخضع للسيادة المصرية، وكل ما هو جنوبه يعتبر سودانيا. هذه منطقة جريت فيها الانتخابات المصرية، ليست مرة واحدة ولكن عدة مرات. كل ما في الأمر أن نظام الرئيس السابق عمر البشير كان يستخدمها للهروب من أزماته الداخلية. حلايب وشلاتين؟ نعم. سودانية أو مصرية؟ سودانية طبعا. حلايب وشلاتين سودانية؟ نعم. هذا نوع من التضليل الذي تمارسه السلطات المصرية على الشعب المصري، في حين أنها تبين للعالم وتخدع المستمعين بأن هنالك حدود سياسية وهنالك حدود إدارية. هذا كلام وهم وغير صحيح. في العالم لا يوجد هذا الموضوع.